المراهق بقى يا دكتورة، لأن الموضوع تلاقيه بقى وبيبقى مش عايز ونومه متلخبط ومش عايز يروح المدرسة، خلاص شخص كبير بقى. شوفي احنا مش هنكون مثاليين قوي، لان اكيد كل اللي احنا بنقوله ده مش هيحقق النجاح بنسبه 100% مع اولادنا، لان طبعا طبعا في فروق فرديه ما بينهم وبين بعض، ولكن احنا بنحاول ان احنا نوفر الجانب الايجابي تجاههم قدر الامكان. طب انت زهقان ليه يا حبيبي؟ حد طايل؟ ده انا لما كنت بروح المدرسه كنت بعمل وبعمل، ما شاء الله كبرت وبقيت في ثانوي دلوقتي، مش مصدقه ان انت كبرت وبقيت جميل كده، يلا ربنا معاك، هانت كلها سنتين ولا ثلاثه وهتبقى في الجامعه. ادي دايما المستقبل اللي جاي، يعني سيري دايما المستقبل الحسي في المستقبل اللي جاي عنده، فهتلاقيه بيتشجع واحده واحده. اتكلم عن فعلا المستقبل. بالظبط. هتلاقيه فعلا بيتشجع ان انت بتهوني عليه فكره ان خلاص الوقت قرب، خلاص انت قربت تدخل الجامعه، خلاص قربت ان انت تبقى حد كبير. حلو قوي ان انا حاسس ان انا بحقق حلمي فيه كأب او كأم. الحاجات دي كلها فعلا على الاقل لو مش هتحقق نسبه 100% من الايجابيه تجاه، بس هتتخزن في ذاكرته اعملوا اللي وهو عليك. هيطلعها وقت بالظبط اللزوم يعني.